السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. اهلا وسهلا البنات، صافا لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ شو هذاك غبرت عليكم اليوم ما طليتش عليكم. اول حاجه سمحوا لي على وجهي، فريمون عيانه ديال بصح. البارح ما نعسناش تقريبا، راه نعسنا واحد ساعتين، ديجا نعسنا بكري صافي من ديك جوايد ديال الجوج حتى الستة وحنا فايقين مع سامي. اون فوا حل الطبيب مشينا كنجريو ضربوا البرد ديال بصح، تي فريمون تخنق، عنده واحد الكحه كتخلع. كنقولوا عاوتاني مرحبا بينا في هذا الجو هذا اللي كيكون عاوتاني بحال هكا، وليدات ديالنا دغيا كيمرضوا واخا كنعياو ما نحضيو معاهم. انا جيت دابا للفارماسي كان شي تواليت ما لقيتوش الصباح، جيت ناخذو دابايا. عندو دابا عطاوه فريمون عطاوه تريتمون، خصو يتبعو لمدة ديال 8 ايام. عندو شي دواء يقدر يشربو 5 ايام، عندو شي وحدين غيشربهم لمدة ديال 8 ايام. فريمون عطاني تريتمون ديال بصح. صراحة البنات حدا وليداتكم انا كندوشت ليه. لا يوميكم حالتي اليوم البنات، كي دايمين لاباس عليكم؟ المهم بغيت نسول الناس اللي فيهم الحساسية هاد الوقيته كي كتكونوا، رجعي مالك بلسي ديري لا سانتور، يلا يلا يلا، كي كتكونوا في هاد الوقيته مالك مالك؟ ما نقولش لكم البارح كي نعسات، نعسات مخنوقة مخنوقة البارح، طبت بيها جبتها البنونة تبارك الله حامر عرفتي، دوز ليها دوزت الجنة الحمد لله، جنة جنة لدرجة بكات. خفت لا لا خفت 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 مع احمد، ما لقاش فيني ستاسيون يوقف هنا، وجايه كرشط كرشط لابسه الصنداله كرشط، هزه هزه جنة ومالك حدا يتخلص زوينه واقفه. لو خايفه كنخاف من مالك تهرب ليا الشنطه ولا شي حاجه، هادشي كابزه عليها هنا. فالله يشافيهم ويشافي جميع مرضى المسلمين يا رب، دعواتكم عام اخوتي بالشفاء العاجل. فهنا اخوتي غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.